Yeah, what can I say? Four goals, three points. أربعة أجوان، ثلاث نقاط بتاعت المباراة، الفوز المباراة. The results are good. نتيجة إيجابية، نتيجة كويسة. Even though I still believe that the performance on the last third, the attack, when we attack the last third. حتى ولو كنت بتشايف ان ادائنا في خاصه في الثلث الاخير، الثلث الهجومي واحنا بنهاجم، بناخد قرار خطا في التمرير، وساعات بتبقى الباصه طويله او قصيره. لكن دفاعيا كنا كويسين، ولعبت وسط الملعب كانوا كويسين، عملنا ماتش كويس، والمهاجمين في الاخر سجلوا اهداف. So that's it for tonight. يعني بتاعي هو ده، يعني ده ملخص النهارده، يعني ملخص ماتش النهارده. اتفضل يا سر فوز الاهلي دايما في الشوط الثاني. What the secret why you win usually in the second half؟ في الشوط الاول ما ضغطتش. The first half it was pressed and Intag had many opportunity and the same thing against Ceramica and the same scenario repeated. Why you start to play in the second half؟ Well, I don't know. I wish you could tell me why. طب هو السؤال بيسأل بيقول ليه دايما الأداء النادي الأهلي في آخر ماتشين، في الماتش ده ماتش سيراميكا، إن في الشوط الثاني الشوط الأولاني مفيش مردود إيجابي، وكان إنتاج الحربي كان ليه فرص تهديف، وليه إحنا بنلعب في الشوط الثاني؟ فهو بيرد عليه بيقول له ممكن تقول لي ليه من وجهة نظر حياتك؟ Football is it's football. كرة القدم هي كرة القدم. You don't have a formula that you will score in this minute and that minute and this minute. ما عندكش وصفة معينة هتسجل في الدقيقة دي أو الدقيقة دي، في أي دقيقة في الماتش ممكن تسجل. And sometimes we coaches we like to be intelligent and say no it's my tactic to do that. No, I don't know. ساعات احنا كمدربين بنحب نكون اذكياء، بيقول لك لا دي خطتي، طريقة لعبي، التكتيك بتاعي إني ألعب الشوط الثاني وأسجل الثاني. لا هي بتيجي كده يعني. When I came here لما وصلت مصر، my last four games if you look even in the cup اخر اربع ماتشات ليا تفتكر لما جيت حتى في الكاس، we were scoring early. كنا بنسجل بدري دايما، اول ما جيب مع fourth minute third minute الدقيقه الرابعه الدقيقه الثالثه كنا بنسجل على طول في ماتشات الدوري الاخيره، اربع ماتشات بتوع الكاس، اخر اول اربع ماتشات الدوري والكاس. دلوقتي ربنا اراد الموضوع السيناريو يتغير، بنسجل في الشوط الثاني مش في الاولاني، so I will accept it. فلازم نقبله، انا متقبل ده. صح، بس انت عندك حق، بس انت عندك حق فعلا، احنا اللي بقى لنا ماتشين بنسجل في الشوط الثاني مش الاول. تحيات جيد. اتفضل يا فندم. هل اللياقه البدنيه لل فيتنس فيزيكال كونديشن بلاي ذا رول ان ذا ويننج ذا سكند هاف دونت فيرست بيس ويل هاف بيكوز ذا فيزيكال كونديشن اوف ذا بلايرز؟ Yeah, it is very difficult for me, but you might not understand what's happening. هو صعب بالنسبه لي. هو سؤال بيقول يمكن الحاله البدنيه للاعبين بتاثر في ان الفرقه بتسجل في الشوط الثاني مش الشوط الاولاني، فهو الكوتش بيرد عليه بيقول هو صعب بالنسبه لي، بس هيبقى يعني الموضوع صعب، بس انت بتهيألي مش هتفهم انا عايز اقول ايه، او يمكن هيبقى في صعوبه انك تفهم انا عايز اقول ايه. My substitutes are not according to the tactics. التغييرات مش بعملها بناء على خطه اللعب. Because I'm building I need Afshar to play 90 minutes. انا مخطط يا ابني، انا عايز قفشه يلعب 90 دقيقه. He's not ready for 90. هو مش جاهز لسه يلعب 90 دقيقه. But I had to take him out. فعشان كده ريحته وطلعته. كهربا is not ready for 90. كهربا برضه مش جاهز بدنيا يلعب 90 دقيقه. But I had to take him out. طلعته. Okay. And the players who come in. اللعيبه اللي بتنزل التغييرات. Come out. حتى اللعيبه بتطلع، حتى التغييرات. Are all the people from Corona. كلهم لعيبه كانوا مصابين بكورونا قبل كده. So we want to build their condition. بنحاول يرجعوا بدنيا، يرجعوا بحاله بدنيه ممكن يلعبوا 90 دقيقه، يبقوا قادرين يلعبوا 90 دقيقه. And it is set before the match. They know that. Okay. قبل الماتش هم عارفين ده، من قبل الماتش عارفين التغييرات دي مش مفاجاه. This minute and this minute this one is going out irrespective of how good you play. انا قايل لهم يا اخوانا في الدقيقه كذا دي كذا هعمل التغيير، حتى لو لعبت كويس، مش مهم لعبت كويس او وحش، هعمل التغييره دي عشان ادي زمايلك وقت عشان تلعب. So I must make sure that كهربا in the next two weeks should be playing 90 minutes. عشان بحاول ازود كهربا بدنيا بعد الاسبوعين اللي جايين يقدر يلعب 90 دقيقه قبل ما يطلع كاس العالم. قفشه وقفشه نفس الموضوع. I take out Hamdi. طلع حمدي فتحي. Because he's been playing many games. لعب ماتشات كتيره، كان عنده زمان مشاركه كتير. Not only that, to give Hani
30 minutes to play 20 30. مش عشان خدها بس ده عشان هو لعب كتير، لا عشان دي برضه نص ساعه الهاني يرجع تاني وراجع من كورونا يديه زمن لعب زمن مشاركه. حمدي فتحي لعيب مهم جدا بالنسبه للفرقه، so I have to give him the game time. لازم اديله زمن مشاركه ويلعب، فلعبه حتى هو تعبان لعبه. And also the substitute with بدر، برضه التغيير اتعمل خرج بدر to give ربيع chance. عشان دي فرصه لرامي ربيع يشارك برضه. ياسر is ahead of ربيع. ياسر اجهز شويه من رامي ربيع، فادى فرصه لربيع احسن يشارك. He might be angry that how do you put in. يعني كان المفروض يكون متضايق ولا اشمعنى رامي ينزل وانا لا قبل مني، بس but I put ربيع first. بس هو حط رامي ربيع عشان هو شايف ان هو المفروض ياخد دلوقتي اولويه يجهز. Like I played Saad last week. زي ما اديت فرصه لسعد سمير الاسبوع الماتش اللي فات، بدي فرصه يعني بدي زمن لعب. Just for condition I'm trying that the time we go to the World Cup at least I have players who can play 90 minutes. بيزود حاجه بدنيه للاعبين عشان بيحاول من هنا لغايه بعد المسافه تروح كاس العالم بعد اسبوعين ثلاثه، يبقى اللعيبه ممكن تلعب 90 دقيقه 90 دقيقه. And the time Champions League starts the group stages all in one condition. وبنبني دوري المجموعات، نبدا دوري المجموعات بطوله افريقيا، يبقى كل كلهم في حاله بدنيه واحده، مفيش حد اقل من حد. That affects my tactics but it's okay. وكده طبعا ده مع التخطيط بتاعي يعني دي خطتي، بس ده بقى اوكي كنت فاكر ده لو وضح لحياتك يعني النقطه. كيف تيم مانجمنت هو اداره فريق اكتر ما هو جزء من خطه اللعب. اوكي okay.